نلاقي 3-4. ولكن على الجانب الاخر افشه اللي هيكون موجود باذن الله في تمرين يوم الخميس، عنده شد في العضله الخلفيه، قال لي انا باذن الله اكون موجود يوم الخميس، اصابه بسيطه جدا ومش عاوزين يحملوا عليا، فبعمل كلها تمرينات تاهيليه كلها عشان اكون جاهز لتمرين يوم الخميس. معلول ايضا ممكن تلاقي بكره في التمرين الخميس بالكثير جدا. مروان محسن ايضا نفس القصه، يمكن شد صغير او تقل صغير في العضله السمانه، يمكن برضه تدريبات تاهيليه كله عشان كله يبقى جاهز يوم الخميس ينزلوا الملعب او بكره بالكثير. رامي ربيعه ايضا بيقترب من نزول التمرينات برضه. فالشغل على الجانبين، الجانب اللعيبه الاساسيه اللي بتشعر ببعض الالام او بعض الاجهاد بيريحوهم على طول وبيشتغلوا معاهم تدريبات تاهيليه، والجانب الاخر بعض اللاعبين زي حسين الشحات او كهربا او اجاي او جيلاردو او بادجي، الكل بيشتغلوا، حمدي فتحي اليو ديانج بيشتغلوا مع الموجودين من الناشئين، مع ايمن اشرف، مع ياسر ابراهيم، مع احمد فتحي، مع محمود وحيد، الكل بيشتغل على مباراه طلائع الجيش اللي هتكون يوم السبت. فالراجل شغال ان ممكن يجرب بعض الشغل بتاعه يوم السبت في مباراه طلائع الجيش. معاك زميلي محمد. طيب برضو اكيد في مجموعه من اللاعبين الصاعدين ومواليد 99 اكيد موجودين في التدريبات خلال الفتره الحاليه، مين ممكن يكون متواجد في مباراه طلائع الجيش او النهارده من خلال التقسيمه الرئيسيه على ملعب التتش؟ من المجموعه اللي انت لاحظتها او شفتها وقد يعتمد عليها بيتس موسيماني في مباراه السبت باذن الله؟ يمكن من الـ الراجل جرب كذا تكتيك النهارده في تمرينه النهارده، يعني جرب حاجات كتيره جدا، ولكن يبدو ان ممكن تلاقي الفرص اكتر للعيبه اللي بتلعب او الاساسيين اللي بيلعبوا في الفتره الاخيره، مع استثناء بعض الناشئين ثلاثه. ممكن تلاقي فخري موجود، صانع الالعاب، لعيب مميز جدا، ممكن تلعب شكري، تلعبه طرف شمال مثلا قدام محمود وحيد اللاعب الباك ليفت، ممكن تلاقيه موجود. فراري ممكن تلاقيه موجود. ففي 3-4 لعيبه بيركز عليهم في تمرين النهارده، يعني ممكن الراجل ممكن يدفع ببعض اللاعبين، ولكن من الشكل العام ممكن تلاقي معظم التشكيل من الاساسيين. لو في ناس عاوزه تزود الحمل زي مثلا حسين الشحات عاوز يديله جرعات تدريبيه اكتر، لاعب زي كهربا عاوز يديله جرعات تدريبيه اكتر فيديله مباراه زي مباراه طلائع الجيش، وارد. ممكن تلاقي بادجي بيبدا في خط الهجوم في مباراه طلائع الجيش عشان يجهزه لنهائي افريقيا، وارد. فكلها حسابات في دماغ موسيماني هنعرفها باذن الله يوم السبت في الثامنة مساء على استاد الأهلي. والسلام. شريف شعبان زميلي العزيز ومراسل قناة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من ملعب التتش، وبالتأكيد تفاصيل مهمة جدا كنا محتاجين نتكلم فيها قبل مباراة طلائع الجيش يوم السبت القادم. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم بالتأكيد في الحديث عن ترند الأهلي.